وهي جو سلو. جو ايه؟ سلو. المحاضرة دي يا جماعة مبنية على المحاضرة الأولى اللي بنتكلم فيها على كولوم أو تشارج. سيبكم منه بقى. هي ده كده بتنزلوا ماشي؟ ايه كده بس؟ جوز ليه يا جماعه؟ احنا طبعا خدنا في الشق اول محاضره خدناها كانت عباره عن التشار او الالكتروستاتيك تشار، اتكلمنا فيها بالتفصيل وفهمنا يعني ايه تشار، ثم بعد كده تطرقنا الى اللي هي كولوم لو في المحاضره رقم 2، وعرفنا من كولوم لو ان لو عندي شحنتين بينهم مسافه ار فبيحصل بينهم فورس، الفورس ديت لها علاقه عكسيه مع مربع المسافه وطرديه مع ايه؟ حاصل ضرب الايه؟ وسمينا كولوم لو ديت انفيرس سكوير لو فور الكتروستاتيك ايه؟ الكتروستاتيك فورس. طيب بعد كده اتكلمنا على الايه؟ خليني مش بس خليني ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتوره زحمه؟ هو مفيش طريقه للتواصل مع استاذ كهربا، يعني مش قادر اوصل معاه. اللي داخل ورا ده متاخر ليه يا حبيبي؟ انت يا ابني متاخر ليه؟ ها؟ ها؟ كلمني. تعالى كده كلمني. متاخر ليه؟ في نص ساعة حبيبي. 12 12 ونص. الدور يرد 12 يا يعني ما تتحججش بالصبر. ما انا بصلي زيك ورحت صليت وجيت. ايه المشكلة يعني؟ اخر مرة. اتفضل. جوز لو طبعا خدنا الايه الكولوم لو، ثم بعد كده اتعرضنا ل الكتريك فيلد، قلنا الالكتريك فيلد هي فورس بير يونت ايه تشارج. جميل. واحنا بنعرف الالكتريك فيلد تمام، عرفناه ان هو الفورس بير يونت تشارج، وقلنا تعريف تاني له اللي هو النمبر اوف فيلد لاينز بير يونت اريا. قلنا نايز النمبر اوف فيلد لاينز ديت لما قلنا ان فاي بتساوي ال N على ال N، بس لازم ال N تبقى عموديه على الايه؟ على ال N. وبالتالي لما اقول ان ال N اسف دي ال N يبقى ال N بتساوي ايه؟ دي ال E في الاريا في العموديه تمام؟ طب لو كانت اصلا الاريا مايله يبقى E كوزين ايه؟ E في اريا وكوزين ايه؟ سي. في مشاكل كده يا جماعه؟ ده اللي احنا كان عرفناه المره اللي فاتت. النهارده بقى هيبقى موضوعنا ان احنا نحسب الالكتريك فيلد عن طريق ايه؟ الالكتريك فلوكس. الالكتريك ايه؟ فلوكس اللي هو اسمه فاي. يبقى الفاي دي معناها ايه؟ هو النمبر اوف الكتريك فيلد لاينز زاب بريتريتس ايه؟ ذا سيرفس. يعني معناها عدد خطوط الفيلد اللي ايه؟ اللي هتخترق الايه؟ السطح. تمام؟ طيب. امين. خلاص يا شباب نكمل بقى مع بعض كده ونهدى.
مين اللي دكتور اللي كان بيسأل لسه اسمه ما ادري ايه افهم بقى معايا عشان المحاضره دي مهمه قوي وهينبني عليها المحاضره الجايه والمحاضره الجايه يعني مهمه جدا وفي نفس الوقت صعبه صعبه من ناحيه ايه التخيل هي فيها تخيل فانت افهم معايا الاساس النهارده عشان مش هتفهم المحاضره الجايه الا اذا فهمت ده والكلام ده ما خدتوش قبل كده فمش هعرف تفهم لوحدك فنركز ايه مع بعض ثانيا عايز وقت لغايه تمشي ورقه واحده بس وتمشي بسرعه الحركه بقى اللي تعملها تخد عجل الغياب للاخر وتقعد تعطل في عشان تكتب على مزاجك الكلام ده مش هينفع اكتب ورقه الغياب وعديها بسرعه وتمشي على الناس كلها وتجي لي قبل ايه قبل نص المحاضره تمام يبقى النمبر اوف فيلد لاينز في اليونت اريا هي الاريا الايه النمبر اوف فيلد لاين العمود عدد خطوط الفيلد العموديه فشايف خطوط الفيلد عامله ازاي عموديه على ايه على السطح ده اتجاه الالكتريك فيلد وده عمود على السطح لما عندي دول كده تمام يدينا ايه الالكتريك ايه فلكس طب لو عديتهم لوحده المساحه يبقى اسمه ايه الكتريك فيلد يبقى الالكتريك فيلد انتنستي هو النمبر اوف فيلد لاينز بس باليونت ايه اريا تمام معدهم كلهم عموما يبقى اسمه الكتريك فلكس يبقى الالكتريك فلكس هو النمبر اوف فيلد لاينز ذات بينتريتس السيرفيس تمام ده الكلام ده لو كانوا عمودين زي ما انت شايف كده فيبقى ال ان بتساوي الاي في الاريا ال ان ده هنسميها فاي او بيسمى بالالكتريك ايه فلكس بالمناسبه طبعا تسجيل المحاضره انا نزلت عليه على القناه وجالكم اللينك شفتوها ولا شفتهاش؟ وصل لكم اللينك؟ لينك زميلكم يا جماعه وصل لكم اللينك على الجروب تمام؟ وتوصلوا المجموعه الثالثه اوكي؟ عشان يبقى الناس كلها معاه ايه؟ مصدر يذاكر منه الاستاذه بقى تيجي ما تجيش يوريكم مع كل الكليه مش مشكله خلاص؟ ما انت تذاكر عشان امتحان الترم يوم 12/1 والفيزياء يوم الاحد يعني قدامك اسبوع فتركز معايا كويس عشان الدنيا ايه تبقى تمام طب افرض الالكتريك فيلد مايل على الاريا او العكس الالكتريك فيلد اهو والاريا مايله كده ده او ان الاريا وضعها كده والالكتريك فيلد مايل ايه بزاويه في كلا الحالتين في زاويه بينه ومين بين الالكتريك فيلد والاريا فقال لي بص اما يقول الالكتريك فيلد مايل كده انا لما كنت بعد الالكتريك فيلد لما يبقى عمود على ايه؟ على السطح او لما يكون السطح عمود على ايه؟ على الالكتريك فيلد يبقى انا هحلل هذا الالكتريك فيلد باتجاه ايه؟ نورمال يبقى ما حلله كده يبقى كده ايه؟ كوزاين اللي هو عمود على الاريا يبقى اي كوزاين ايه؟ ثيتا وبالتالي بقت اي في الاريا في كوزاين ثيتا لو انت اعتبرت ان الالكتريك فيلد هو اللي مايل يبقى حلل الالكتريك فيلد يبقى اي كوزاين ثيتا في الاريا طب افرض انت هتعمل ان المركبه العموديه بتاعه العمودي على السطح هو اللي مايل بالنسبه للالكتريك فيلد يبقى اي اريا كوزاين ايه ثيتا وفي كلا الحالتين رياضيا مكتوبين ايه واحد تمام طيب يبقى الاي هي الالكتريك فيلد انتنستي الثيتا هي الانجل بس مين ومين بقى قال لي بين المجال وبين العمود على الايه؟ على السطح. خلي بالك من الجمله دي قوي. بين المجال والعمودي على السطح. فالاريا اهي. العمودي عليها اهو. والعمودي خارج منها. الزاويه بينها وبين اتجاه الالكتريك فيلد اسمها ايه؟ ثيتا. يبقى دايما لما تيجي دلوقتي في المسائل هجيب لك مسائل دلوقتي من الامثله اللي جت في الميد تيرم. تمام؟ لما اطلب منك الاريا اقسم الفلكس يبقى هتضرب الاي في الاريا في كوزين ثيتا طب الثيتا هي انه زاويه بين الالكتريك فيلد والعمودي على السطح وهذا العمود لازم يكون خارج من السطح ما يكونش داخل عليه يعني اتجاه اهو ما يبقاش ايه عامل كده لا خارج من السطح ده اسمه ام نورمال واصل يا جماعه كده حد مش فاهم واحده واحده عشان الكلام مهم جدا 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 وهنبني عليه كلام كتير والاسئله فيه كتير. طيب يبقى الالكتريك فلكس لو انا شايف الوضع ده اريا وده اتجاه الايه؟
الالكتريك فيلد، واضح الالكتريك فيلد عمود على ايه؟ على السطح. يبقى الزاويه بين الالكتريك فيلد والعمود على السطح هنا كام؟ ركز، بين الالكتريك فيلد والعمود على السطح الزاويه كام؟ صفر. ليه؟ خد يا ابني نورمال على السطح اهو، ادي نورمال على السطح اهو، ما هو في نفس اتجاه الالكتريك ايه؟ فيلد، يبقى الزاويه كام؟ صفر. وزن صفر بايه؟ عشان كده لما اجي اكتب هكتب اي في اريا كوزين صفر بايه؟ بواحد. حد مش فاهم؟ طب افرض بقى كان الالكتريك فيلد مايل بزاويه، يعني ادي ادي السطح اهو وانا نازل عليه فهو مايل، يعني الالكتريك فيلد مايل كده زي ما ساكته كده، يا اما السطح نفسه يبقى مايل والالكتريك فيلد ايه؟ نازل بزاويه عليه. خلاص؟ فهاخد المركبه الايه؟ العموديه، وبالتالي يبقى ايه في الاريا في كوزين ايه؟ سي. بصعوبه؟ مشاكل؟ نازل ايدك هندسه خد. يبقى السيتا انت يا هندسه بقى معناها ايه؟ انت. والعمود على مين؟ على الاريا. والعمود على الاريا دي يا باشمهندسه يبقى داخل عليها ولا خارج منها؟ موبايل. موبايلات. العمود على المجال. داخل عليها ولا خارج منها؟ العمود على الاريا. ده داخل على الاريا ولا خارج منها؟ عندي سؤال. خارج منها. خلاص؟ المعلومة مهمة جدا. طيب. يبقى الاي في الاريا زي ما اتفقنا كوزين ايه؟ الزاوية. نعم. شرط يكون خارج من السطح. لداخل بره. خلاص؟ لازم ايه؟ خارج في الوقت الغايب الاول. عايز وقت غايب تخرج بسرعه وتمشي. اي حد يطلع ولا زي ما يا جماعه؟ مشيت يعني؟ سيتا معناها بتساوي صفر، يعني ايه معناها؟ عايز واحد يرفع ايده ويقول لي يعني ايه سيتا بصفر؟ قول. الالكتريك فيلد بارل للبربنديكولار على البلين، يعني بارل يعني الزاويه بين الالكتريك فيلد والعمودي بصفر، يعني معناها ايه؟ ان الالكتريك فيلد ماكسيمم، ده ماكسيمم ولا مينيمم؟ يبقى الالكتريك فيلد عمود على السطح. الالكتريك فيلد ده بيبقى عمود على السطح، والنورمال عمودي برضه على السطح بزاويه كام؟ صفر. وزن صفر بايه؟ واحد. يبقى دي ماكسيمم. يبقى يبقى الفاي ماكسيمم لما يبقى المجال عمود على ايه؟ على السطح. طب افرض المجال كان ايه؟ الزاويه تبقى 90، يعني ايه 90؟ يعني موازي للسطح، يعني المجال اهو ده السطح اهو موازي اهو وادي العمود اهو، فالزاويه بينهم كام؟ لو كده في فلكس؟ لا، لان كوزين صفر بايه؟ كوزين اسف 90 بايه؟ بصفر. فيديني ايه؟ مينيمم. واصل الكلام كده؟ القاعده اللي احنا قعدناها دلوقتي فيها مشكله؟ اكمل؟ جميل. جوز بقى، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان التوتال فلكس ثرو اوت اكلوز سيرفيس ريزلت باي بوينت ايه كيو. يعني ده معناه لكن مش نصه. يعني ايه معناه؟ انا هاخد شحنه اسمها كيو جوه سطح. جوه ايه؟ سطح. السطح ده هنسميه سطح جوز. جميل. بعد كده هاخد من السطح ده اليمنت صغير. اليمنت ايه؟ صغير. الاليمنت ده طبعا الشحنات او الالكتريك فيلد داخل في كل اتجاه، فناخد حته صغيره فخارج منها اهو الالكتريك. في مشاكل؟
طب العمود على الاريا ديت الصغيره ديت هو ده هو ده بيقول عليه نورمال اللي زميلتك بتقول لي يفرق اه يفرق وهتشوف دلوقتي ازاي ادي العمود اهو يا جماعه عمود على السطح ده خد اللي فيه يبقى زاويه بكام سيتا احلل عشان اتعامل مع النورمال كومبوننت احلل كده ايه كوزين ايه ايه كوزين سيتا واصل الكلام بقت ايه كوزين سيتا دي اس دي اس اللي هو الاريا اللي هو الايه الاريا العموديه يعني يبقى الاريا هنسميها ايه هنسمي المركبه بتاعتها اسمها دي ايه دي اس او دي اريا في بعض المراجع بنسميها دي اريا بعض المراجع بنسميها دي ايه دي اس ما يفرقش معايا اذا كان دي اريا ماشي اذا كان دي اس ماشي عشان ما يبقاش فيه اي ايه اي مشكله لو انت قريت في اي كتاب طيب يبقى بعد كده بنسميها اي دي اريا عمليه يعني اي في دي اريا في كوزين الزاويه او اي في اريا في كوزين الزاويه دي اس هو احنا اصلا عملنا ايه في الاول عملنا جسم ديت بص يا حبيبي انا عندي سطح ما مغلق جواه تشارج اسمها كيو الكيو دي بوينت تشارج فخارج الالكتريك فيلد في كل اتجاه زي اللمبه كده ما بتشع جبت لمبه بتشع في كل اتجاه حلو كده فانا عايز اجيب الفلوكس عايز اعيد الكتريك فيلد دي واطبق قانون جاوس انا عايز انزل اصلا قانون جاوس فاعمل ايه قال لي هاخد اليمنت صغير يعني ايه كلمه اليمنت حاجه لونه صغيره كده هو كلمة تفاضل أو ديفرنشيشن يعني حاجة صغيرة ده. جميل. الأريا اللي أنت خدتها هي مساحتها اسمها إيه؟ دي إس أو دي أريا، كنتوا بتسميها دي إس، الأريا مش هيفرق معاك خالص. أهم حاجة تبقى أنت فاهم. طيب الإلكتريك فيلد خارج منها كده. العمود على المساحة هو إيه؟ دي إس اللي هو عمود وخارج. يبقى الزاوية بينهم يا هندسة؟ سيتا. يبقى سيتا هي مش مهندسين هي الزاوية بين الإلكتريك فيلد وبين العمود على مين؟ على المساحه. طيب احلل الالكتريك فيلد باي كوزاين. انا واخد ان الفاي او الان هي اي في الاريا. الاريا بالنسبه لي بقت ايه؟ دي اس كوزاين سيتا او اي دي اي كوزاين سيتا لو انت حطيت المجال اللي مايل فكرين يا واحد يعتبر المجال اللي مايل على المساحه يا المساحه اللي مايل على ايه؟ المجال. وفي كلا الحالتين التحليل هيديك نفس الايه؟ النتيجه. بقت اي كوزاين سيتا دي ايه؟ دي اس حيث دي اس هي دي اريا تكتبها اي دي اريا كوزين سيتا ماشي في صعوبه؟ حلو لحد دلوقتي جميل يبقى انا دلوقتي الاي العموديه المركبه العموديه دي اريا سميتها اي دي اريا كوزين ايه؟ سيتا فالحته الصغيره اللي انت كنت واخدها ديت انت هتكبرها هتنميها انت اعمل ايه يا شباب اسمها ايه عندي؟ الفكر الرياضي بقى اللي هو التكامل الحته الصغيره انميها او مكبرها او ما ازود من شكلها لحد ما اوصل للشكل كله يبقى اسميها ايه تكامل التكامل بالنسبه للمساحه بيسميه انتجرال او سيرفيس انتجرال اللي هو التكامل على المساحه انت لا خدتوش بس هو تكامل عادي ماشي بيكتب له كده الاي علامه التكامل فيها دايره كده يعني كلوز انتجرال يعني ايه كلوز سيرفيس يعني هيكامل على سطح مغلق اسم التكامل على سطح ايه؟ الرياضه لغه يا جماعه فانت بتبص للحاجه تفهمها فلما الاقي كلمه التكامل يعني ايه تكامل؟ اما احط له اس يعني على السيرفس اما احط له دايره كده يبقى ايه؟ مغلق على المساحه يبقى كلوز سيرفس انتجرال كلوز سيرفس انتجرال واصل الكلام؟ جميل يبقى ايه دي اريا كوزين سيتا قانون جاوس بيقول لي ايه بقى اللي انا عايز اثبته؟ بيقول لي اللي انت بتقول عليه ده اهو بيساوي كيو انسايد على ايبسلون نون يعني ايه كيو انسايد؟ يعني الشحنه اللي جوه سطح اللي انت خدته ده اسمها كيو اقسمها على ايبسلون نون يديك عدد خطوط الفيض اللي خارجه منين؟ اللي خارجه من الايه؟ من الشحنه جوه سطح جاوس وصل الكلام كده؟ عشان سير كده سماها كيو ان وركز قوي والمهندسه اللي هتنام دي تصحصح اسمه كيو ايه يا جماعه؟ ان ليه؟ خلي بالك من كلمه ان دي عشان هنعوزها في اللي جاي جميل كمل معايا الاثبات بقى العادي اي دي اريا كوزين سيتا او اي دي اس كوزين سيتا اشيل الايه واكتبها ايه خد بالك ارجع تاني هي دي بوينت تشارج ولا لينير دينستي ولا تشارج دينستي ولا فوليوم دينستي بوينت وقانون البوينت اللي خدناها اول خالص ما قلنا يعني ايه الكتريك فيلد كان بيقول كيف ايه كيف كيو على التربيع يبقى اقدر اشيل الكي اقسم الالكتريك فيلد اي واسميه ايه؟ كي في كيو على ار ايه؟
حيث يمكن تساوي 1/4 ايبسلون ايه نود المحاضره رقم 1 ايه في الكلام اي نركب يساوي 1/4 باي ايبسلون نود هو الايبسلون نود 8.85 × 10^12 ومعناها البيرميتيفيتي اوف فري سبيس كلام بنحتاجه ورا بعضه دي محاضره رقم 1 ومحاضره رقم 3 تمام حلو قوي اهو الدي اس كلمه دي اس هنا بالنسبه لي اسمها ايه اريا ركز في الكلام عشان الدنيا نخش في بعض طيب كوزين سيتا اكمل ازاي بص معاك الاربعه باي ساكن والابسلون ساكن والكيو ساكن الار بس الار بس اللي ممكن ايه جميل يبقى اخرج بره التكامل كل ما هو كونس كل ما هو اسئله ان هو سيرفس مش سيرفس التكامل هو تكامل عادي تمام يبقى كيو على 4 باي ايبسلون نود اجي بقى دي اس يعني اريا يعني دي مركبه الاريا على عرض ايه تربيع دي بقى معلومه جديده انت ما خدتهاش ان الاريا على مربع نص القطر بتساوي حاجه اسمها سوليد انجل اسمها يا شباب سوليد انجل نقول مع بعض سوليد ايه انجل يعني ايه سوليد انجل يعني معناها الزاويه المجسمه او الزاويه الفراغيه يعني ايه بقى سوليد انجل دي بص شايف الورقه دي حلوين تمام اعملها كده القرطاس اللي عامله ده عامل زاويه الزاويه دي تمسح ايه اريا تمسح اريا غير الزاويه اللي كنت عاملها كده واعمل كده ادي زاويه دي زاويه ايه بلين على بلين سبب بلين انجل لكن اللي انا بعملها دي اسمها ايه يا جماعه سوليد انجل لان السوليد انجل اما بتمسح بتمسح ايه اريا لكن البلين انجل اللي انت كنت بتسيبها زمان دي اهي ده قوس بيمسح طول يبقى اسمها بلين ايه انجل لكن اللي معايا دي اسمها ايه سوليد انجل انها بتمسح على اريا واصل الكلام طيب خد بالك بقى البلين انجل السوليد انجل دي لو فردتها كده 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 وقعدت لف كده كده تعملها كده لا دايره يبقى انت تعمل كور تعمل كور تعمل ايه يا شباب كور بص بقى معايا عشان نفهم ده كويس قبل ما اكمل اثبات لازم افهم من الاول ادي يا جماعه البلين انجل زي عرب الساعه عمال يعمل كده طب يمسح طول فضل. ايوه ده بس الزاويه الورقه اقسمها فراغها وتقسم ايوه اصبر عليها يا ولاد خليك معايا بس ما تنساش احداث اوضح ادي يا جماعه كده ايه بلين انجل دي بلين ايه لانها لما مسحت اما عقرب الساعه بيمسح كده بيمشي على الايه على الكيرف ده الكيرف ده طول مش مساحه ده طول يبقى اسمها بلين ايه؟ انجل. لما تقطع الدايره كلها تلف ده عرب الساعه ما بيلف من الاول لحد ما يرجع بدا ب 12 ويرجع ب 12 تاني يبقى وقت عمل ايه؟ دايره كام؟ عمل زاويه قد ايه؟ 360 درجه 2 باي لكن شوف بقى اللي كان بيتكلم زينك بيقولوا لي بقى بص يا حبيبي اهي عارف البطيخه؟ دي اقرب مثال اللي هي السوليد انجل انت لما بتجيب السكينه كده وتقطع البطيخه كده وتطلع الايه؟ حته منها دي اللي انت شايفه ده هو سوليد ده بقى في السيريز دي في السيري دايمنشن او في السبيس يعني تمام اللي هي الزاويه الفراغيه او الزاويه الايه المجسمه او الزاويه في ثلاث ابعاد واضحه قدامك اهي كده مسحه مين بقى هنا ايه اريا مسحه ايه اريا خد بالك بقى لما نلف بقى بالزاويه السوليد انجل دي كده 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 تديني ايه سبيل. تديني كوره يبقى قطعت زاوية قد ايه بقى؟ 4 باي، عارف ليه؟ لأن عشان أكون الكورة اللي أنت شايفها ديت أنا لفيت في دايرتين. دايرة عملت كده ودايرة تانية عملت كده. فراحت مداني شكل مجسم اللي هو شكل البطيخة أو الكورة أو أي حاجة إيه؟ أي حاجة بتديك الشكل المجسم. عشان كده بقت 4 إيه؟ باي، شوف أهو أدي دايرة ولفت كمان دايرة كلها.
فاداني الشكل المجسم اللي انت شايفه. يبقى لما بتكلم عن السوليد انجل اما لف كوره كامله يبقى انا لفيت قد ايه؟ 4 بار. لكن لما بتكلم عن بلين انجل لما لف دور دايره كامله يبقى مشيت قد ايه يا جماعه؟ 2 بار. وصلت؟ عشان كده اسمها بلين. ده الفرق بين البلين انجل والسوليد انجل. المهم كده عشان تفهم. نرجع بقى لموضوعنا. ادي كي في كيو على ارض في الدي اس ايه ده؟ خزان الزاويه. صح؟ جميل. قلنا هنسمي الاريا على المربع نص القطر يديك ايه؟ يديك دي اوميجا. دي اوميجا دي اللي هي السوليد انجل اهي. اهي نص القطر بتاع الكوره اللي جايه منها الحته دي. من الحته دي اصلا مقطوعه من ايه؟ من كوره او من بطيخه زي اللي انت بتاخدها من البطيخه دي، تمام؟ يبقى دي اسمها السوليد ايه؟ انجل. عباره عن المساحه على نص القطر، مربع نص القطر. وصل؟ يبقى اقدر اشيل الكلام ده كله واسميه دي اوميجا. اما كامل الدي اوميجا الحته الصغيره دي كده هكملها على الكره كلها يبقى اديني كام؟ اوميجا اللي هي كام؟ 4 بار. اللي هي 4 ايه؟ بار. خلي بالك التكامل على المساحه غير محدد. يعني ما ابداش بايه؟ بنقطه وانتهي بنقطه. لا بكامل على المساحه ككل. غير التكامل المحدود اللي انت بتاخده من 0 ل 3 من 0 ل 2 باي من 0 لاي حاجه. لكن هنا انا بكامل على المساحه بجيب المساحه كلها. فبجيب المساحه كلها بالنسبه لي الكوره يبقى اشيل دلوقتي بقى كام؟ 4 باي لان ديت ايه؟ كوره. خلاص؟ ال 4 باي تروح مع ال 4 باي يبقى لك ايه؟ يبقى ايه انت وهو؟ بيقولوا عليه هو ده قانون جاوس. يبقى انا كده ثبتت قانون جاوس. يبقى لما اقول لك بروف جاوس لو هتثبته بالطريقه ايه؟ الرياضيه اللي مشينا عليها دي. يبقى لي فاي بتساوي اي كوزاين سيتا دي اس بتساوي كيو على ايه؟ يعني معناها ايه؟ ان عشان احسب عدد خطوط فيض لازم يكون في ايه؟ في كيو جوه مين؟ جوه السطح اللي بحسب عنه. طب افرض مفيش جوه السطح حاجه. ها؟ لا يبقى مفيش فلكس. مفيش الكتريك فيه. خلاص؟ هيبقى اوضح الكلام ده في المسائل. جوز ده بيقول ايه بقى؟ اسمع في همس كده لو مش فاهم اسالني. لكن هتهمس جرب اتفضل. ايه؟ بص يا باشمهندس دي حاجه اسمها السوليد انجل انذار ليك بعد كده تخرج وتخش فين. بص السوليد انجل يعني الزاويه المجسمه. الزاويه المجسمه يعني زاويه كوره. زاويه بتصنعها كوره. تخيل كده انت عندك ثلاث عقارب ساعه. حلو؟ الثلاثه عاملين كده. هم كده انذار مجسمه يعني. بيمسحوا كده.